نو. أنا كنت متأكد إنه نوم على فكرة. يلا يا زبالة. ده أنت قنديل البحر أصلاً ما يرضاش يبصلك. بقول لك إيه؟ ما تيجي نتمشى كده شوية. أوكي يلا. إيه على فين؟ أروح نتمشى شوية، عندك مانع؟ لا أبداً خالص، يلا بينا يلا بينا. يلا اتمشى، يلا سارة، يلا عم، يلا اتفضلوا اتفضلوا. هو عمر وزكي اتأخروا ليه؟ يا بنتي ما تقلقيش زمانهم جايين. تعالوا نقعد تعالوا نقعد. احنا باين علينا تهنا ولا ايه يا عمر؟ دول بلطجيه. بص يا عمر انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها ارفع ايدك، قلت لك زي ما هعمل بالظبط تعمل. الناس دي عايشين عيشه اخر روقان، صحراء وجبل ورقص وحاجه زي الفل. مفيش حاجه تانية لفتت نظرك؟ ايه؟ حاجه تانية؟ حاجه تانية زي ايه؟ لا خلاص مفيش حاجه. طب بقول لك ايه، انا هقوم عشان اجيب اكل. اجيب لك اكل معايا؟ لا مش عايزه. طيب اعملنا انت شاي بقى قبل ما اجي. ها اهو مش حرمك من حاجه اهو. موتوسيكلات تلاقي، جمال تلاقي، حراميه تلاقي. اوبس مفيش بعد كده اهو. هنتكفي على وشنا ولا ايه؟ يا سلام. يلا وصلنا. انزل يا عمر. الف شكر. انت رحت فين يا ريس؟ الف شكر يا ريس، ربنا يخليك. مش عارف من غيرك كنا هنوصل ازاي. تكرم عليك، اكل الجمل ده احسن شكله وتفترس. السلام عليكم. ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده؟ عمر صمم بقى، والتصميم اراده ان احنا نرجع نغير ونلبس كده يعني عشان نبقى لاقيين على الجبال، ولا ايه يا شيخ العرب؟ انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ قلقتوني عليكم. ليه؟ ده المنطقه هنا امان جدا، ما فيهاش صريخ من يومين. شوفك لابسه فستان، وعلى فكره اللون الاسود عليك حلو قوي. ميرسي يا زكي. اصل انا بموت في الغوامق. ايه ده انت اول مره تشربي شاي؟ ايه انت؟ ايه في الادب دي؟ ايه البوخه دي؟ ده الشاي بتاعي، ده الشاي بتاعنا. ايه الشاي بتاعك؟ تعملي الشاي ده؟ ده حازم. شفت اهو. طب انت معاك شاي واكل، هيبقى معاك الاثنين. لا طب هات الاكل. خد اهو. ده ستر، انا باكل ورك. هات امسك. اقعد على الارض بقى. يا هلا، شلونك؟ شخبارك؟ شحوالك؟ شلونك؟ شو مسوي؟ جبالك ترابك؟ ما بتردش عليا ليه؟ ايه الخروف ده؟ خروف ده صح؟ ما بتردش برضه. ده ايه بتشوه ده ولا بتعذبوه؟ ايه مفيش كلام في الصحراء ولا ايه؟ ماشي ما تشوي يبقى اديني حته. على فكره يا شيخ لازم ارجع مصر النهارده ضروري. ليه حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجه يعني تتخض، بس المفاتيح الخزنه معايا وبابا عايز منها حاجات مهمه يعني. طب ما تبعتها في السوبر جيت. قول بقول لك مفتاح خزنه بعتها بالسوبر جيت زي 20 يعني. ما خلاص يا حازم روح بقى اعمل لك ايه يعني؟ هو انت كل حاجه تسعى لي بقى. خلاص انا هروح واجي بسرعه مش هتاخر. خلاص روح اجيب لك عصير واجي. ها ايه مالك؟ هو حازم ما خدش باله من الفستان ولا ايه؟ لا ده عجبه قوي الفستان، وحتى قال لي انا اول مره شفت لابسه فستان وعجبه اللون الاسود عليا. شيرين؟ ايه ده انت لسه صاحيه؟ انا افتكرتك نمتي. رايحه فين؟ مفيش، مخنوقه قلت اتمشى شويه. وانا كمان حاسس ان انا متضايق قوي. طيب ممكن اجي اتمشى معاك شويه؟ ايه اجراءات امنيه برضو؟ لا لا عادي، انا برضو حاسس ان انا مخنوق. واضح ان الاوضه اصلها مدهونه جديد فريحه الحيطان زيت جامد قوي. اتفضلي. طب ثانية واحدة بس أجيب الجاكيت لحسن الجو ممكن يحرر فجأة. ثانية واحدة. أنا جاهز. تحبي تتمشي يمين ولا شمال؟ أوكي يمين. أوكي اتفضلي. اتفضلي. شكلك بردان، تاخدي الجاكيت؟ لا بالعكس ده الجو حلو أوي. ماشي أوكي. ها كنت بتسمع إيه بقى؟ عربي ولا فرنجي؟ عربي ولا فرنجي ايه؟ كنت بتسمع ايه؟ انت كنت عامل دوشه في الاوضه. من شويه دي اغنيه لعمر ودياب. عمر ودياب؟ وبتحب تسمع ايه كمان؟ بحب اسمع محرم وفؤاد برضه. والله؟ طب ما تسمعني حاجه. اسمعك حاجه؟ لا ما ينفعش. لا عشان خاطري. لا مش اسمعك حاجه ازاي؟ كده انت عايز تزعلني؟ لا مش زعلك بس ما ينفعش، انا صوتي مش حلو اصلا. لا 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 يبقى انت مكسوف. لا مش مكسوف بس يعني ازاي؟ عشان خاطري ولا لا؟ يلا بقى يلا مش هينفع. انا متضايقه عشان خاطري. طب ده ليها اغنيه كده كنت بسمعها صغير اللي هي اللي هي بتاع اللي بتقول لو 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 دي اللي هي مش هينفع اصلا. يلا بقى اللي هي بتاعت لو 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 كان الامر امري لو كان في شيء في يدي كنت اقدر اشتري لك جزيره. انت بتعمل كده ليه؟ مش قلت لك انا مش صوتي مش حلو، بس برضه انا بحب في اغنيه برضه كنت بحبها قوي اللي هي بتاعت سمير وصبري. والله؟ اللي هي بتاعت سكر حلوه الدنيا سكر سكر حلوه الدنيا. اقول لك على حاجه حلوه قوي كنت بعملها وانا صغير. لا بس والنبي ما يكونش زي الكليب اللي عملته من شويه. لا لا هو مش عجبك. بصي بصي كده في السما فوق قوي، واسمعي صوت البحر في نفس ذات الوقت. في نفس ذات الوقت بالظبط. حاسه بحاجه؟ لا ما هو انا دي مشكلتي، من وانا صغير عمري ما حسيت بحاجه، قلت اقول لك جايز. انا حسيت بحاجه. ايه ده؟ انا عايز اقول لك حاجه كده بس متردد. لا لا قول. انت عارفه ان انت ليكي 4 ضحكات؟ ازاي؟ يعني ليكي ضحكه كده اول ما بتصحي من النوم، وليكي ضحكة تانية بس من غير ما تزعلي مني. لا لا مش هزعل. لما بتكذبي. أنا بكذب؟ كلنا بنكذب. زي يوم ما كذبتي عليا وقلتي لي اطلع هات الموبايل من الأوضة، ضحكتي ضحكة كده. طب وإيه كمان؟ في بقى الضحكة التالتة اللي هي بتبقى ضحكة صفرة شوية. صفرة؟ هي مش صفرة قوي يعني، هي على برتقاني شوية. لا يعني انا اقصد يعني عارفه ضحكه بتبقى فيها سماويه جايز شويه كده. ايه ده؟ بعك انا صح؟ بعك. لا يعني مش سماويه، يعني تحسي فيها غل كده او فيها حقد طبقي. بقول لك ايه، انسي الضحكه دي بلاش. صح؟ انت كده قلت تالت ضحكه، الرابعه بقى ايه؟ الرابعه بقى يا ستي اللي هي طب بقى ما تقلدها لي، اللي هي عارفه لما تضحكيها عينيكي بتقفل قوي دي، اللي هي بتبقى عامله كده. انا بعمل كده؟ ايوه بتعملي كده. وعلى فكره هي دي الضحكه الرابعه، لما بعمل حاجه كده بتعجبك وبتضحكي عليها. طب كده في ضحكه ناقصه؟ لا ما خدناهاش بقى دي. الصراحه اكذب عليكي لو قلت لك ان انا عارف. طب احنا مش هنطلع بقى من الحفره دي؟ ليه ما احنا قاعدين اهو، وبعدين دي حفره مش عميقه ولا حاجه، خلينا قاعدين. خلينا قاعدين، جات حد يجي يردم علينا ولا حاجه. بردانه ولا حاجه تاخدي الجاكيت؟ يا ابني قلت لك 100 مره الجو حلو. اصلا حررني قوي. ممكن اسالك سؤال؟ مش مرتبط انا. مرتبط ايه؟ يعني السؤال لو مرتبط بالاجابه ممكن يتجوزه. انا بتكلم بجد، انا طايشه. بالنسبه لايه؟ مش فاهم. بالنسبه لخوف بابا عليا، بالنسبه لتصرفاتي. انت شايفه ان خوف باباكي عليكي ده اصلا تصرف غلط؟ لا طبعا. خلاص يبقى لازم يخاف عليكي. انما بالنسبه لتصرفاتك بقى، بتهيألي يعني لو تصرفاتك مش طايشه اكيد باباكي مش هيخاف عليكي، صح؟ صح. اظن بقى تاخدي الجاكيت. ياه انا اتكلمت كتير قوي. ده انا اللي حاسس ان انا اللي صدعتك. بالعكس انا استريحت قوي. خد. لا سيبيه. بتعملي ايه؟ امسك بس، خليه بس، هتاخدي برد. ميرسي قوي على فكرة، أنت طيب قوي. شكرا. تصبح على خير. وأنت من أهله. كنت براجع أغنية سكر. امضي سعادتك بقى عشان دي موافقة على البرفانات الجديدة. مش أنت موافق على المشروع ده اهوت ومعاك توكيل؟ امضي أنت. على فكرة الولاد وحشوني قوي يا سالم. ربنا يخليهم لك. ما دام سعادتك بقى فتحت الموضوع، انا كمان عندي اعتراف صغير كده. ايه خير فيه يا سالم؟ لا خير ان شاء الله. انا قصدي كذبت عليك كذبه بيضاء. الواد زكي ده يبقى ابني. زكي يبقى ابنك؟ ايوه يا فندم. بس والله انا مظلوم. اقصد يعني انا اتورطت في الاول، خفت من الولد يعمل مصيبه من المصايب اللي دايما يعملها في كل شغلانه يشتغلها. على فكره زكي قال لي انه ابنك من اول يوم اشتغل عندي، وطلب مني ان انا ما اقولكش عشان انت هترفض، ما بتحبش الوصايا. زكي قال لك؟ يا زكي لا اوعى تشتمه وازعل منك. يا ريت ابني يكبر ويبقى زي ابنك زكي. بقول لك انا هدخل اشتري حاجه من المحل ده. طيب وانا هسال بقى عن اكل الكلب ده قدام شويه كده، يا رب الاقي. طول عمري بموت في الروسي. حازم ولا حازم، يا حازم علقت الموز ده، انا سايبها لك بمزاجي. Извините, пожалуйста, где можно купить туфли, шляпа, магазин для туфли шляпа؟ اصلا انا مش من شرم الحقيقه. مجازين توفلي شلاب. ايوه انا مش من شرم. انت ايه ما بتفهمش الانجليزي؟ انا مش من شرم. مجازين توفلي شلاب. يا سيدي انا مش من شرم. لا понимаешь туфли шляпа туфли مجازين. بقول لك ايه بقى، مجازين امك، ما تجننيش، انا متضايق، انا مش من شرم، انا مش من هنا. سبينيت سوري. اشتم علموك كده في بلدك تشتم. سوري. الو. يا حبيبي ازيك؟ وحشتني. وانت كمان وحشتيني قوي. لا مش هتاخر، انا هخلص حاجه في ايدي كده على طول واجي. طب خلي بالك بقى وانت ماشي. ماشي يا حبيبتي، ماشي. حاضر ما تقلقيش، مع السلامه. ايه ده يا شيرين قاعده ايه؟ صباح الخير يا شيرين. على فكره انتوا هندال ليه؟ عشان خرجتوا وسبتوني الصبح، قعدت صاحي فيك ساعه، انت اللي ما رضيتيش تصحي. برضه ندله. مالك يا عمر؟ بس احنا قعدنا ندور على اكل الكلب وما لقيناش، عشان كده وزعلان. ولا يهمك يا اخي، اخلي حازم يجيبه لك وهو جاي. مش هيلاقي، ما انا بقول لك احنا دورنا في السوق كله ما لقيناش. لا ما هو هيجيبه من مصر. ايه ده، هو حازم راجع مصر؟ هو اصلا في مصر. ازاي؟ مشي امتى؟ مش امبارح بالليل. امبارح بالليل ده ايه؟ بقول لك انا لسه شايفه حالا يعني في السوق. لا اكيد حد شبهه. احتمال يخلق مش شبه 90. هو انتوا شفتوا حد في السوق؟ لا ما اصل عمر وساره كانوا. الجرس بيردوا محدش بيرن ولا ايه؟ لا يمكن التشارج يكون خلص. او جايز البطاريه تكون خلصت برضه. ايه؟ بتحصل. طب انا بروح اضربهولك ويقول لي هو شافني هنا ازاي؟ بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. بقول لك ايه، يبقى انت كده مكدباني ومصدقاه، ده واد وسخ وعايز يوقع بيني وبينك. هو ما يعرفش اللي بيني وبينك، هو فاكرنا اصحاب. يبقى عايز يكسب بونت عند ابوكي، هو عارف ان ابوكي ما بيحبنيش. زكي ما بيحكيش لبابا اي حاجه خالص. بقول لك ايه، من الاخر بقى الواد ده شكله كده بيرسم عليكي، عشان كده غيران مني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا. ما انت ما شفتوش كان بيبص لك ازاي؟ طب انت تليفونك كان مقفول ليه؟ يوه، بقول لك ايه، انا راجع مصر. لا لا لا, لا خلاص، انا اسفه يا حازم، انا اسفه يا حازم. انت عمال تشبهني بالديك. ناديله يا عمر، ناديله. انت بتدوري علينا صح؟ انت شفت حازم هنا فعلا؟ شفته لما كنا في انت كذاب. طب ممكن تهدي بس وافهم ايه اللي حصل؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت عايز تمسك ايدي؟ انا ما قصدتش، بس انا بقى انت كذاب. لا انا مش كذاب، انت بقى مش عايزه تكذبيه، انت حره. بقول لك ايه، احترم نفسك. الله، في ايه يا شيرين؟ شيرين انت شغاله عندنا، نسيت نفسك ولا ايه؟ لا انا ما نسيتش نفسي ولا حاجه، وانا اسف ان كنت تعديت حدودي، واسف عشان مسكت ايدك، بس انا مش كذاب. زكي عمر تعال هنا. مسحتلك بكرامه الارض. طب اتفضلي تعالي. لا انا هروح اشوف ساره. تروحي فين؟ ما تخش تكلميه من جوه. تعالي تعالي اتفضلي. احنا مش هنخرج بقى ولا ايه؟ طب انا اروح اغير انا. الو. ايوه يا بنتي، هنخرج ولا لا؟ لا انا مش قادره انزل. طب اوكي ماشي، باي.